رولان جاروس، بطولة باسم أول طيار فرنسي عبر المتوسط، إحدى أهم البطولات الشهيرة عالميا في لعبة التنس التي تنظم سنويا في العاصمة الفرنسية باريس. تعرف ببطولة فرنسا المفتوحة وتشكل إحدى مكونات بطولات الجراند سلام، التي تشمل أيضا بطولات أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة وبطولة ويمبلدون بإنجلترا. انطلقت بطولة رولان جاروس للتنس سنة 1890، واقتصرت المشاركة فيها بداية على لاعبي التنس من الرجال المنخرطين في الأندية الفرنسية، ثم توسعت لتشارك في مسابقاتها النساء سنة 1897، ومسابقات الزوج رجال عام 1902، والزوج نساء عام 1907، ثم بدأ الأجانب اللعب فيها سنة 1925. ألغيت البطولة بين عامي 1940 و1945 بسبب الحرب العالمية الثانية. بعد أن احتضنت البطولة ملاعب عدة في باريس ومدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، افتتحت سنة 1928 ملاعب رولان جاروس التي أصبحت تنظم فيها سنويا. يعود اسم البطولة ومجمع الملاعب الرئيسية بها إلى أول طيار فرنسي وأيضا بطل فرنسا للدراجات رولان جاروس، الذي نجح في عبور البحر الأبيض المتوسط سنة 1913 بطائرته، وشارك في الحرب العالمية الأولى التي لقي خلالها حتفه. رغم أنه لم يكن سوى هاويا موسميا لرياضة التنس، فقد أتاح له القدر أن يخلد اسمه في البطولة بعد أن اشترط صديقه الحميم إيميل لوسيو، أحد لاعبي منتخب فرنسا لكرة المستطيلة آنذاك ورئيس فرع ألعاب القوى بنادي إستاد الفرنسي لاحقا، اشترط إطلاق اسم رولان جاروس على مجمع الملاعب الجديد سنة 1928 تكريما له بحكم أنه كان عضوا في النادي نفسه، وقتل في الحرب من أجل دعم بناء ملعب جديد وضخم لاحتضان البطولة على أرض تابعة للنادي، ما جعل اسمه يرتبط بعد ذلك بالبطولة نفسها. تنظم عادة بطولة رولان جاروس على مدى أسبوعين متتاليين من نهاية ماي إلى بداية جوان، وتجرى على ملاعب ترابية صلبة، وبسبب بطء سطح الملعب ألغي الشوط كسر التعادل في المجموعة الأخيرة من مباريات البطولة، ما جعلها من أكثر المسابقات العالمية في اللعبة التي تتطلب جهدا بدنيا مضاعفا. ويضم مجمع رولان جاروس ملعبا رئيسيا ل14 ألف متفرج وملاعب تنس أخرى، وشهد توسعة بين سنتي 1980 و1994، ويضم مطاعم ومتحفا ومحال تجارية على مساحة تزيد عن 11 هكتارا بمنطقة المجمع الحالي، بناء ملعب رئيسي جديد بسقف متحرك به مباني متطورة للاعبين والجمهور والصحفيين. تبلغ قيمة الجوائز المالية المخصصة لمسابقة بطولة رولان جاروس 28 مليون و28 ألفا و600 أورو، وأنشئت سنة 1981 جوائز أخرى في البطولة تشمل جائزة البرتقال، تمنح للاعب الذي يظهر روحا رياضية وتعاونا مع وسائل الإعلام، وجائزة الليمون تقدم للاعب الذي يتمتع بشخصية قوية، وجائزة البرعم تخصص للاعب الذي يعتبر اكتشاف العام. يعتبر الإسباني رافائيل نادال الملقب بالماتادور أعظم لاعب في تاريخ البطولة لتتويجه برقم قياسي وصل إلى 9 ألقاب، يليه السويدي بيورن بيرغ الذي حصل على لقب البطولة 6 مرات، أما أندريس جيمانو فيعد أكبر اللاعبين سنا الذين توجوا بالبطولة سنة 1972 في سن 43 عاما، ومايكل تشانغ أصغر الفائزين بها 1989 وهو في سن 17. وفي صنف السيدات تظل الأمريكية كريس إيفرت اللاعب الأكثر تتويجا ب7 ألقاب في بطولة رولان جاروس، كما أن اللاعب يانيك نوا الفرنسي من أصل كاميروني يعد آخر اللاعبين الفرنسيين المتواجدين في مسابقات الفرد بالبطولة بعد اللقب الذي أحرزه سنة 1983. وفي المقابل لم يتمكن لاعبون كبار في تاريخ كرة التنس العالمي الفوز بأي لقب في البطولة رغم تتويجهم مرات عدة ببطولات عالمية كبرى، ومن بينهم الأمريكيون بيت سامبراس وجون ماكنرو وجيمي كونورز واللاعبة فينوس ويليامز، إضافة إلى السويدي ستيفان إدبيرغ.